الله 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 الله، ايه الشياكه والنجوميه دي يا نجم؟ شياكه ايه بس؟ انا دخت على لبس افريقي في ميدان الجامع ما لقيتش غير غطا النيسان ده هو اللي نفع معايا. ايوه دهوني الغالي، دهوني الووتر بروف ده. يعني ايه يا صاحبي مالك؟ ايه اللي مزعلك كده في ايه؟ رحت يا ابني المصل واللقاح قلت لهم مسافر غابات افريقيا، ادوني 12 متريليوز قد كده، قالوا لي دي الحقن. قعدت اتشكشكت وفي بقي وفي جنبي مش ممكن يا وشي، بقيت عامل زي التلاجه والله، بقيت سخن من ورا وساقع من قدام، وكل 10 دقايق ارعش وافصل. لا حول ولا قوه الا بالله. طب خد لك بقى اضرب ايه سندوتشين بكتيريا من دهون، عشان ايه انت افتان خالص. سندوتش بكتيريا ده عملوه ازاي؟ ده في معمل البرج. برج يا عم احمد. لا دهون بكتيريا دهون اسم عربيتي الكبده، انما ده سندوتشات كبده عادي. لا 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 وش الله يكرمك، مش عايز اي مغامرات ولا مفاجاه، انا مسافر بقول لك مسافر. انت تجيب لي نازله معويه كمان، مش كفايه الفيلم بغابات افريقيا؟ معلش يا عم احمد، كله يهون في سبيل انك تعمل الدور الجامد ده. يا وش حلم العمر، تخيل افريكانو 2، افريكانو الجزء الثاني هبقى انا فيه اوشه وانط من فوق الشلال بقى واقول اثبت لك اني بحبك واعمل الحركات دي. الله اكبر عليك، انت نجم الاكشن الجاي، انت السنتر كيبتك في الاساس اكشن. ربنا يكرمك، جبت لي الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ايوه. عشان الليسته اللي اديتها لك بتاعت السفر. بالحرف يا صاحبي، في ايه؟ يلا وريني. اول حاجه ايه؟ ها مضرب الدبان اللي انت طلبته. حلو قوي. انت عاوزه ليه لمؤاخذه في الغابه ده وانا عم احمد؟ عشان زوابه السي تي. ايوه يا واد، زوابت السيت سي دي مؤذية، دي قرصة واحدة بس منها تنام على طول. لا طب ما حلو ده عم احمد ده. يا ابني تنام على طول يعني تنام للأبد، مش على طول يعني بسرعة. عايزين يعيمونا للأبد؟ اه يا عم السيت سي. يا ولادي لا، خلص عليهم يا عم احمد، دبانة دبانة. ها ايه كمان؟ الحبل يا صاحبي اللي انت طلبته عشان شغل الغابات والتسلق وتصطاد والشغل ده هو. لا يا حبيبي ده مش عشان المغامرات خالص، عشان انشر الغسيل عادي. في انت شايف بص الغسيل كتير ازاي؟ ايوه صح. لا هنغسل وهننشر بين الشجر ونشوف شغلنا. صح. حلوة. يا جبت بقيه الحاجات؟ كله موجود يا عم احمد. وريني. بصل يا صاحبي اللي انت طلبتها ايه؟ شم كده، جبت لك كيلو منها، كيلو كامل لقيته صبح قلت مش خساره فيك. انا طلبت بصل. ايوه. يا واد بصلة طلبت بصلة مش بصلة يا ابني، بصلة علشان خاطر لو توت ولا حاجة حدد اتجاهي. دي يا عم احمد تخلي اي حد يحدد اتجاهك في اي حتة. يا دي القرف. خلاص ماشي يا اوشة، شكرا شكرا خلاص. طب هات بقية الحاجات. جبت زمزمية ولا ما جبتش؟ عيب يا عم احمد، جبت لك احلى زمزمية. بص يا صاحبي سبايدر مان. انا وش همسك سبايدر مان وسط زملائي؟ ينفع كده؟ ايوه يا عم احمد، سبايدر مان ده هو التوب دلوقتي، ده هو فوق النمره واحد. يا وش انا كنت عايز سبونج بوب. خلاص بقى عم احمد ما تضايقنيش بقى، ان شاء الله في افريكانو الجزء الثالث اجيب لك كل اللي انت عايزه. يا عالم بقى اجيب مجموعه للجزء الثالث ده ولا هات هات هات؟ اهم حاجه اهم حاجه ما جبتها ولا ما جبتهاش؟ اقراص الناموس جبت ولا لا؟ ايوه ما لقيتش النوع اللي انت بتقول عليه، بس جبت لك بقى ايه؟ بنادول اكسترا. ده ايه؟ مش فاهم. ده عشان الناموس عم احمد. بس انا والله عم احمد قلقان على الناموس، هو ماله عم احمد حصل له ايه؟ اه انت حضرتك جبت اقراص للناموس نفسه. ايوه لا هو الناموس تعبان فعلا يا ابني، اقراص الناموس عشان نموت طرس يا طاس. تجيب لي قطر دموع التمساح وبامبرز للقرود، اه وانا رايح اعالجهم في افريقيا، انا مالي؟ معلش يا اوشه خلاص حبيبي تسلم ايدك، معلش خلاص ما تزعلش بقى. ولا يهمك يا صاحبي، والله العظيم حاجات زي الفل وعسل، والله الناموس هيبوسك. ربنا يخليك يا حبيبي، متشكر قوي. عشان انا متوتر اصلي شويه، لان انت عارف اول سفريه ونفسي بقى افك واسافر واشوف الدنيا، هبقى زي الفنانين اللي بيصوروا بره كده. اوشه انت عارف دي نقله في حياتي. هيحصل ان شاء الله يا كبير، انت نجم وهتكسر الدنيا ان شاء الله. بس انا عايزك تاخد بالك بقى لحاجه كده ولا كده في الغابه يقرمك. لا بعد التطعيمات دي كلها انت مش ناقص. يلا يا اساتذه الاتوبيس واقف بره، ما عندناش وقت. يلا يا اوشه، مش عايز اي حاجه من افريقيا حبيبي يا عم النبي. يا اوشه قول لي حبيبي. طب اجيب لك شويه كركديه. لا ترشات سبح سبح كده. طب اقول لك على حاجه، اجيب لك قرن غزال افريقي موجود. لا. طب اجيب لك كاس افريقيا، كاس افريقيا صغير. ماشي كاس افريقيا. شات جندوفلي. طب شات جندوفلي. لا باكل كبده يا عم. ربنا يخليك. ايه يا احمد التاخير ده كله؟ احنا كنا هنمشي ونسيبك. يلا بينا يا استاذ، انا هلم حاجتي وجاي معاك اهو. يلا انا جاهز. ايه ده؟ ايه كل ده؟ مفيش مكان في الاتوبيس للحاجات دي. وبعدين احنا كلها كام ساعه وهنرجع؟ لا كلها كام ساعه ونرجع، مش رايحين الغابه كام ساعه ازاي يعني؟ طب وايه المشكله؟ لا مش الغابه دي اللي في افريقيا. ايه ده يا احمد، انت افتكرتنا رايحين الغابه اللي في افريقيا؟ احنا رايحين نادي الغابه اللي هنا في مصر الجديده. ويلا يلا عايز الحق اخد الشرطين قبل ما النهار يطلع. انجز. اه تصدق التطعيم بيوجع جدا دلوقتي اكتر؟ درست على مصر الجديده اوش. معلش يا صاحبي انا مفيش سفر. اوكي طيب بقول لك ايه يا اوشه؟ قوم يا جميل، انا واخد كميه تطعيمات تفوتني في الحديد، ما
ما تجيب 5 بكتيريا من دول الواحد برضو يعيش التجربه كده ويبقى استفاد اي حاجه. ما عندوش سجق بالملاريا؟ طب في كلب يعضني نجرب برضو. خلصان والله يا عم احمد. يعني افريكانو الجزء الثاني بتصور في مصر الجديده؟ امال في شقه مصر الجديده الجزء الثاني اتصور فين؟ في افريقيا؟ انا عارف حظي.